لمتابعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بث مباشر آخر مباشرة من عاصمة البغال. صباحكم سعيد، صباحكم مبارك، أهلا وسهلا بكم أينما حلتم أو حللتم وارتحلتم. مدينة طنجة متابعينا الأوفياء في حلة جديدة، في مشهد جميل ما شاء الله من إبداع الخالق عز وجل. مشهد جد 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 مثير وجميل وساحر. طبعا ما يمكنناش اننا نشوف هذه المشاهد الجميله وما نبارطاجوهاش معكم، مستحيل، وكما يقال من رابع المستحيلات. مدينه طنجه متابعينا الاوفياء تتزين اليوم قبل طلوع الشمس بغيوم ثقيله جدا من ابداع الخالق عز وجل، رسمت على شكل لوحه فنيه ما شاء الله نشاهدها متابعينا الاوفياء امامكم. زرقاء وحمراء أو برتقالية إن صح التعبير، هذه هي سماء طنجة متابعينا الأوفياء في هذه الأثناء. طبعا غير أننا نشاهد وإياكم كما قلت أجواء عروس الشمال وسماءها المزينة بالغيوم، سنأخذكم أيضا في جولة قصيرة نحو كورنيش المدينة متابعينا الأوفياء. والناس اللي غيكونوا معانا ان شاء الله حاضرين في المونديال، هذه فرصة لكم تعرفوا طريق الكورنيش. موجودين حاليا بالمحطة القديمة او ما يصطلح عليه محليا بالرياض ديال تطوان، فاذا كنتوا هنا ستتجهون مباشرة من هذا الطريق المستقيم، ستصلون الى كورنيش المدينة. نحن طبعا سنأخذكم متابعينا الأوفياء في جولة، نشوف جولة استكشافية، نشوف الكورنيش. للإشارة أن كورنيش المدينة سيحتضن في الأيام القليلة المقبلة، وأعتقد ابتداء من مساء هذا اليوم، أنشطة ثقافية موسيقية فنية رياضية، الكثير والكثير من الأنشطة التي هي خصصت أو نظمت من أجل الزوار ومن أجل مشجعي الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية. طبعا هذه مدينة طنجة، ما يمكنش أنها تكتفي فقط بالرياضة. نعم هو حدث رياضي، ولكن هذه فرصة للتعريف بالأشياء التي يفتخر بها أو تفتخر بها مملكتنا، كيف ما سمعنا وكيف ما قرينا البارح في بثوثنا المباشرة واللي كانت أمام مركب ابن بطوطة، قرينا أنه غتكون أنشطة من بينها أنشطة تعرف بالثقافة المغربية، أنشطة تعرف بالتراث المغربي، مثلا غيكون رقادة قناوة فرق من ناحية الموسيقى، أيضا ستكون معارض ل الأشياء الموسمية أو إن صح التعبير أو المجالية، تعرض فيها الصناعة المغربية، أيضا خيرات البلاد. مهم، هناك من الخيرات وهناك من المفاجآت ما لا يعد ولا يحصى، ستنظمه أو ستسهر عليه مدينة طنجة فقط من أجل إظهار الصورة الحقيقية لهذا الوطن الشريف متابعينا الأوفياء. صباحكم مبارك، أهلا وسهلا أخي. كالعادة متابعينا الأوفياء ونحن في هالجولة الاستكشافية، في هالجولة الصباحية، وكما كنشوفوا أمامنا مشاهد مثيرة جدا، كنشوفوا الناس تحركت، كنشوفوا صباح مليء بالحيوية والنشاط، الناس غادية لخدمتها، الناس غادية لقرايتها، رجال الأمن حتى هما خرجوا تبارك الله عليهم والله يوفقهم، يعني ماشي خرجوا يلاه فاقوا. طبعا راه شفنا بالليل هناك دوريات لا تنام، هناك أعين الأمن لا تنام وتتجول ليلة نهار في كل شوارع وأزقة هذه المدينة من أجل المواطن. أما هذا فهو فوج آخر، تحية لكل جنود الخفاء ديال هذا الوطن الشريف. تشاهدون أيضا المتابعين الأوفياء هذه الغمامة الجميلة والطيور تحوم حولها، غيوم جد جد رائعة كما قلت من إبداع الخالق عز وجل، من إبداع ربنا
سبحانه وتعالى. سبحانك ربي ما أعظمك، سبحان الله. متابعينا الأوفياء، وصلنا إلى كورنيش المدينة. هذا هو الكورنيش، يا سلام، اللهم بارك. شاهدوا هذه الغمامات الساحرة والجميلة والمثيرة، اللهم بارك. ما شاء الله، صراحة يعجز اللسان عن التعبير أمام الإبداع الإلهي، أمام إبداع الخالق عز وجل. كما قلت، هي سحب زرقاء وبرتقالية تحوم حولها الطيور، إن كنتم تشاهدونها أمامكم متابعينا الأوفياء. هذه مشاهد، هي مشاهد موجودة، مشاهد يمكن رؤيتها دائما في كل مناطق هذا العالم، في كل مناطق المغرب. ولكن من يمكن أن يقوم بتصوير هذه المشاهد عبر بثوث مباشرة يهديها لمتابعيه في الساعات الأولى من الصباح أو لحظات قبل طلوع الشمس؟ لن يفعلها أحد إلا قناة شعب، قناة شوف تي في، قناتكم متابعينا الأوفياء، قناتكم دائما توصل لكم كل ما يتعلق بالجمال، كل ما يتعلق بالحب، كل ما يتعلق بالسلام. هذه هي قناة شعب متابعينا الأوفياء. طبعا خدمتنا أننا نوصل الخبر، الحدث، الحكايات الحزينة والمؤثرة والحكايات التي تجعلنا نتأمل في الحياة، الحكايات الملهمة والكثيرة الكثير. ولكن أيضا نشارككم مشاهد كالتي تشاهدونها في بقمة هذا الجمال. إذا متابعينا الأوفياء، نكمل جولتنا، نشوف الكورنيش ديال المدينة شنو في هذا الصباح. لا يمكنش طبعا أننا نشوف رجال النظافة وما نوجه لهم تحية، الناس اللي كنعتبرهم كاملين بحال أبائنا، بحال خوتنا، بحال أصدقائنا، بحال كل الناس اللي قرابين لقلوبنا. هادو ناس ربما ما كيتشافوش، ربما كيخرجوا في الليل، ربما كيخرجوا في الساعات الاولى ديال الصباح في منتصف الليل كينظفوا شوارعنا، حنا ما كنشوفوهمش ولكن كنشوفوا خدمتهم في شوارع المدينه. ها هي مدينه طنجة، ها هو الشارع الرئيسي ديال الكورنيش، كنشوفوا امامنا. شوفوا واش تبان لكم شي حاجه فيه او شي ثغره فيه من النظافه؟ لا. شكون السبب؟ رجل النظافه. كيجي واحد اخر ربما كيحتقر هذا الانسان ويسيب له الزباله على وجهه، ربما ربما. ولكن هاد الناس هادو انا بغيت نقول لهم اذا كانوا كيشوفوا هذا البث المباشر، لا هما ولا ولادهم ولا عائلتهم، والله حتى خصنا نفتخروا بكم من القلب ومن الاعماق، لانه بكم انتوما بلادنا زوين، بكم انتوما بلادنا مزيان، بكم انتوما بلادنا كتبان في صوره اجمل وفي حله اجمل. ف انا ما اقدر نقول لكم والو غير الله يوفقكم، ربي يرزقكم على قدر نواياكم، ربي حقق احلامكم، ربي يوفقكم لما فيه الخير والصلاح. متابعينا الاوفياء، كتبوا لي منين كتشوفوا هذا البث المباشر ونحن نشاهد هذه المشاهد الجميله والمثيره، هي والتي خربتها نوعا ما البنايات، سامحها الله. ومشهد طبيعي جد جد رائع. كتبوا لي متابعينا الاوفياء، ملي كتشوفوا هذا البث المباشر نعرف شكون هي المدن اللي حاضره معنا في هذا اللايف، شكون اللي باقي لحد الان كيشوف بثوثنا المباشره. طبعا تبارك الله عليكم، كنتوا حاضرين طيلة الليل في كل وقت طلقنا لايف، سواء في الثامنة مساء، سواء التاسعة، سواء الحادية عشر ليلا. هذه اللافتة الجميلة، المونديالتو و كابس بارتي بشات، ماشي مشكل.
حتى اللوحات الإشهارية للمدينة تتزين لاستقبال مونديال الأندية ولاستقبال زواره وجماهير الأندية المشاركة والفرق المشاركة. هذه هي مدينة طنجة متابعينا الأوفياء، قبل أيام أو قبل ساعات قليلة على ما أعتقد تفصلنا 24 ساعة عن افتتاح المونديالتو، الافتتاح الذي كما قلت مساء أمس، الافتتاح الذي سيكون والذي سيخلق ضجة، طبعا ضجة إيجابية. الافتتاح الذي سيصنع الفارق، الافتتاح الذي سيكون فرصة لتصحيح الفكرة عن المغرب. بزاف الناس كيسمعوا على المغرب ولكن ما كيعرفوش، ماشي ربما لان المغرب ما معروفش، بالعكس الحمد لله بلدنا معروفة جدا جدا وحققت من الانجازات ما لا تعد ولا تحصى، ولكن هذه فرصة كما قلت باش العالم يشوف المغرب في حلة جميلة، في حلة جديدة، في انجاز جديد. عفوا متابعينا الاوفياء، كما قلت العالم سيشهد جمالية اخرى من جماليات وموهبة من المواهب الاخرى التي يزأر ويحظى بها المغرب. ما هي هذه الموهبة؟ موهبة التنظيم، الترتيب، الوقوف على اللمسات الصغيرة والكبيرة. كل ذلك متابعينا الأوفياء سنشاهده بعد بالضبط إن صح تعبيري 32 ساعة أو أقل من ذلك ربما، على ما أعتقد أن الافتتاح سيكون مساء غد، يعني أنه 24 ساعة وسويعات قليلة. فهذه مدينة طنجة مستعدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى لاستقبال والاحتضان هذا الحدث الكبير، فمتمنية من الله عز وجل أن يوفق المسؤولين وأن يوفق كل يد صهرت من أجل هذا الوطن، من أجل إنجاح هذه التظاهرة العالمية الرياضية، من أجل إنجاح هذا الحدث الكروي المتميز. كنشوفوا متابعين الأوفياء فد أثناء حركية كبيرة في شوارع المدينة، الناس اللي كيتحركوا هما أنا وانتوما وخوتنا وحبابنا وصحابنا خوتنا المغاربة. فالله يوفقنا ووفقكم متابعين الأوفياء لما فيه الخير والصلاح، لمشي يقرأ الله يوفقه، لمشي يخدم الله يوفقه، فيما كنت غادي الله يوفقك، ربي يوفق لك أحلامك، ربي يوفق لك، يوفقك في مرادك، ربي ما خيبك إن شاء الله. فقط رسالة نقولها للناس اللي كيشوفوا هذا البث المباشر وخدتوا مقلال، الأهم أن هذه الرسالة توصل. تشبتوا بالحياة، تشبتوا ولو بالقليل من البصيص من الأمل، دون أن ننسى التشبت بالدين، التشبت بالصلاة، ببردة الوالدين. تشبتوا متابعينا الأوفياء، هذه رسالة صباحية لن تسمعوها إلا من أخيكم وشقيقكم ابنكم صديقكم، اعتبروه ما شئتم إلا أنه شيء من هذا القبيل. نشوف متابعين الأوفياء الأولاد والأسر على أبواب المدارس، متمنياتي لكم ولي والجميع بالتوفيق والسداد. متابعين الأوفياء بعد هذه الجولة القصيرة الجميلة، على أمل أن أراكم إن شاء الله في بثوث مباشرة أخرى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.